أن قلبي يملأه السعادة من هذا الزخم ومن هذا اللقاء الذي أشرف به في رحابكم، حيث أحس كيف أن المحاماة هي الأسرة الكبيرة التي جمعتنا جميعا، وهي المرفأ الذي نلجأ إليه. ولا يعادل هذه السعادة إلا فرحتي ورضائي على هذا الإنجاز الرائع في هذه الغرفة التي سبق أن زرتها في مناسبات سابقة، ولكني فخور اليوم بهذا العمل الرائع الذي أنجزه السيد الأستاذ نقيب حلوان والسادة الأساتذة أعضاء مجلس نقابة حلوان وكل من تفضل بالمساهمة معهم في إنجاز هذا العمل الرائع المشرف. وزميلي دخلني في بعض موضوعات لا أستطيع الفرار منها. الموضوع الأول موضوع القيمة المضافة، موضوع القيمة المضافة. وصلني من أكثر من نقابة فرعية أن مأموريات الضرائب أرسلت تطلب إقرارا أو تقريرا شهريا البروتوكول القائم بيننا وبين السيد وزير المالية ووزير العدل لا يزال ساريا حتى أكتوبر. وبداهة فإن المزمع في شهر سبتمبر الجاري أن أعاود الحديث مع السيد وزير المالية كيما نمدد هذا البروتوكول إلى أن نتخلص نهائيا من هذه الضريبة. التخلص من هذه الضريبة يستلزم عملا دؤوبا مصرا. ليه؟ هذا يعني أن الدولة في احتياج إلى حصيلة هذه الضريبة. مضى على تطبيق هذا القانون 5 سنوات. أملنا الأول بل حقنا الأول أن نتخلص من هذه الضريبة تخلصا نهائيا. أمامنا أحد طريقين، لأن الضريبة مقررة بقانون مر على السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب. هذا القانون إما أن ننجح في تعديله بحيث يجنب المحامون أسوة بالأطباء بعيدا عن هذه الضريبة، أو أن نحصل على حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوة المعلقة التي لا تزال لديها بعدم دستورية هذا القانون على الأقل فيما يتصل بالمحامين. الخطة التي ألتزمها أنني لا أسارع بالدعوة الدستورية لسببين. السبب الأول أن المحكمة الدستورية العليا لم تعد اليوم كما كانت بأمس، وأن الأحكام التي صدرت منها سلفا إبان رئاسة المستشار الجليل رحمه الله عوض المر أحكام كانت فلتات في تاريخ المحكمة الدستورية العليا، وعلى الحصيف أن يقدر احتمال خسران وعدم كسبان الدعوة، في حين أن وجود هذه الدعوة قائمة الآن يعطينا في المفاوضة مع السلطة التشريعية دعما في أنها تؤثر أن تبادر هي باستثناء وإخراج المحامين من تطبيق هذا القانون. حجتنا التي خاطبت بها شفاهة وكتابة مجلسي النواب والشيوخ هي كالآتي: أولا علينا أن نفهم أن ضريبة القيمة المضافة غير مفروضة على المحامي ولا على الطبيب ولا على بائع السلعة، وإنما هذه الضريبة مفروضة على متلقي الخدمة ومتلقي السلعة، وتفترض أنه واجب على بائع السلعة وعلى مؤدي الخدمة أنه يستأديها من مستقبل الخدمة ومن مستقبل السلعة. هذا الكلام لا غبار عليه فيما يتصل بالبيع والشراء،
ما على البائع إلا أن هو يضمن الفاتورة قيمة الضريبة المضافة، فحيحصلها بسهولة شديدة جدا من المشتري. لما فيما يتصل بالخدمات المهنية مسألة تختلف. ليه؟ لأنه لم تجري العادة في التعامل المهني أن يحل رب المهنة محل الضرائب ويقوم بطلب ضريبة من المتعاملين معه. ذات مجلس التشريعي الذي أقر القانون استثنى منه الأطباء تحت حجة أن الأطباء يتعاملون مع المرضى وأن المرضى في حالة ضرورة، ومن ثم لا يتصور أن يقدم الطبيب على مطالبة المريض بأن يؤدي إليه ضريبة قيمة مضافة عشان هو يوصلها إلى الدولة. أنا مدخلي إلى طلبي هو هذا، إن كنتم كسلطة تشريعية أقريتوا استثناء الأطباء لأن المرضى في حالة ضرورة، المحامون في كل تعاملاتهم مع عملائهم في حالة ضرورة أشد، العميل مع المحامي إما مهدد في حياته بالحكم بإعدامه أو مهدد في حرياته بأحكام السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس، أو مهدد في ماله أو مهدد في حقوقه الضائعة أو في حقه الذي يسعى للمطالبة به. نمرة 2، الطبيب بيتعامل مع واحد بيجي في كشف في 5 دقائق ويمشي، وبالتالي أتعاب الطبيب تتناسب مع هذا ولا يرد عليها إرهاق على المريض إنه حيزود على الكشف 10 جنيه. ليه؟ لأن 10 جنيه ما هيش قيمة بالنسبة له، ومع ذلك أنتوا أعفيتوا الإيه؟ الأطباء من هذا. أنا بقى المحامي يقبل قضايا عمرها قد يمتد 5 سنوات وأكثر من 5 سنوات، وعشان كده أتعاب المحامي أكثر طبعا من تعب من أتعاب الكشف الواحد للطبيب. ولو أنا افترضت أن أنا هاخد من موكل 1000 جنيه لما أقول له هات 100 جنيه عشان أوردها للدولة، ممكن الموكل ده يسيبني ويمشي. أنا الكلام ده طبعا شرحته شفاهة كمان وقلته كتابة. 2، أنا لست مأمور ضرائب ولست مكلفا بأن أستأدي ضريبة. القانون بيفترض، لأن أنا لو عملت كده ممكن ده هيسيبني ويمشي ويروح يدور على محامي تاني، وإحنا ناس بتكابد عشان رزقها. يعني إحنا النهاردة الحقيقة فرص العمل باتت قليلة نتيجة تزايد أعدادنا، فمين بقى اللي هيخاطر إن هو يقول له هات ضريبة كذا ويعرض نفسه إن الموكل اللي جاي ده يسيبه ويمشي؟ أنا قلتها بالبلدي وقلتها كتابته. نمرة 2، أنا لست مأمور ضرائب ولست محصل ضرائب، وأنت بتفترض إن أنا استأديت ضريبة أنا ما استأديتهاش، ما بيحصلش ولا يمكن أن يحدث. يبقى أنت بتاخد من مالي الخاص ضريبة أنت فرضها على المتعامل معاك. ده مجمل اللي أنا قلته. الكلام ده معروض طبعا على السلطة التشريعية، مش لوحده الحقيقة، لأن أنا خاطبت السلطة التشريعية يعني في عدة موضوعات، يطلعوا حوالي 6، وفي نيتي ان انا الاقي رئيس مجلس النواب قريبا ان شاء الله علشان احرك هذه الموضوعات. طبعا احنا ما كانش ممكن ننتظر لا الدستور العليا ولا تعديل القانون، وبنواجه احنا الضريبة بكل اعبائها والتعاملات معها. فالبروتوكول الاخير اللي انا يعني ساعدت بعقده، اولا اعفانا من التسجيل، وان كان التسجيل حقيقة بيحدث نتيجة الايه التعامل، يعني إنما هي شكلا اتشال كلمة التسجيل في البروتوكول. رقم 2، أعفانا البروتوكول من تقديم تقرير شهري أو كل شهرين أو سنة أو ربع سنوي، والتقرير يقدم مع تقرير الدخل في آخر العام في الفترة من أول يناير إلى آخر مارس. أدي المكسب الثاني. المكسب الثالث إن إحنا نص في هذا البروتوكول على أن القضايا الجزئية يدفع فيها 20 جنيه عند رفع الدعوة، والابتدائية 40، والاستئنافية 60، والنقض 200. نص البروتوكول على أن ما يدفع في الجزئي والابتدائي والاستئناف قطعي ونهائي، يعني هي الضريبة بقى، يعني لن يطالب المحامي بعد 20 و40 و60 بضريبة أخرى، دي اعتبرت هي الضريبة. وهذا مكسب كبير جدا، لأنه ممكن أول لو تحس بحقيقة الأتعاب اللي واخدها المحامي في مرحلة الاستئناف مثلا جناية، ما هي دي مراحل استئنافية،
ممكن تبقى ألوف وبالتالي الضريعة بتاعتها تبقى ألوف. فإن هي يعتبر دي قطعية ونهائية هذا مكسب كبير. يصح إن أنا أقول لكم إن المكسب ده الفضل ليكم أنتم، الفضل للمحامين. ليه؟ لأن أنا المفاوضة الأولى والإبرام الأول مع وزير المالية لم يكن على هواية، وأنا حسيت بأن أنا مغبون. فأنا لما عرضت هذا الكلام على موقع النقابة في بث ونزلته، تعمدت أن أنا أتقدم بين يدي المحامين بأن ما حصلنا عليه لا يمثل ما أتمناه. يعني اديت الإشارة من ثنايا الكلام بأنني لست راضيا عن هذا البروتوكول وأن حقوقنا لا تزال معلقة. أنا بهذا اديت إشارة من وراء الكواليس أن المحامين إيه تحتاج، لأن أنا ما أقدرش كنقيب أقول للمحامين احتاجوا كده قدام الإيه خلاص، هذا يعني يبقى ممكن محل إيه يعني عتاب شديد ويفسد المسائل. وبالفعل المحامين وقفت واقفة ترتب عليها، أنا بتكلم بمنتهى الصراحة، أن الأجهزة المعنية تدخلت. الأجهزة المعنية تدخلت، مش بنسب الفضل ليه أهو، بقول الفضل أن الأجهزة المعنية تدخلت خوفا من تفاعلات المحامين، وهي التي تبنت الحديث مع وزير المالية، وكان من ثمرة هذا الحصول على البروتوكول الجديد. البروتوكول ساري وأنا شرحت اللي فيه. لما بتيجي تعمل الإقرار لا ضير، لو القضية جزئية العشرين جنيه انت اتحصلت منك، وبالتالي هي نهائية، الاربعين شرح والستين شرح، وبالتالي انت لست مهددا في شيء لما تكتب الإقرار الفترة من 1 يناير الى 31 مارس. طبعا تخلل هذه الفترة بعض المأمورات كانت بتستعبط، فانا اتحت البروتوكول على موقع النقابة وارشدت زملائي انه يخش على الموقع يدوس ويعمل كوبي ويحطها قدام الايه مامور الضرائب او مأمورية الضرائب. احنا دلوقتي طبعا مقبلين على شهر اكتوبر اللي بقول هو نهاية البروتوكول، فانا حسعى تاني طبعا ان انا اجدد البروتوكول، لانه حتى الان ما فيش خبر يوثق به من ناحية تعديل القانون، وعشم ان شاء الله ان اصل معه الى ذات الايه النتيجة، على الاقل ان ما فيش اقرار شهري، اثنين ما فيش تسجيل، ثلاثة ما يسدد هو قطعي ونهائي، والإقرار سنة. ده فيما يتصل بضريبة القيمة المضافة. فيما يتصل بما سبقت إليه بعض المأموريات اللي بعتها دلوقتي جوابات بتطالب بإقرار على طول، لا تنزعجوا من هذا، لأنه أول ما هيبدأ المفاوضات وحيتلقوا تعليمات من الوزير الإيه التوتر ده حيزيد. موضوع اسكندرية الحقيقة يعني من الموضوعات التي يصح ان احنا نستشهد بيها على نجاح نقابة المحامين ممثلة في نقابة اسكندرية. يعني انا لا ادعي الفضل لنفسي، انا بقول الفضل لنقابة اسكندرية ولنقيب اسكندرية ولمجلس اسكندرية ولمحامي اسكندرية، لانه الطريقة التي تم بها التعامل مع هذا الموقف وصلتنا الى فرض حقوقنا. واحد في خلال يعني اقل من ساعة كان وزير الداخلية مطلع قرار بإيقاف الضابط ونائب المأمور. اثنين، النيابة بدأت تحقيقاتها فورا وانتقل رئيس النيابة بنفسه إلى المحامي بالمستشفى لسماع أقواله. ثلاثة، المحامي تلقى وبيتلقى أرفع مستوى علاجي في المستشفى. خمسة، اللي تخوف منه الزملاء وطلبوني وقتها بالتصعيد دون أن يدركوا أنه هناك مسائل، يعني لما تلاقي المسألة ماشية في الاتجاه الصحيح يبقى التصعيد غلط. ليه؟ لأنه حيشعر المتلقي أنك أنت بتفرض عليه، في حين أنه هو قد يفضل أنه هو عمل كده من تلقاء نفسه. ها؟ فهو الوزير عمل كده، عمل فعلا اللي عليه. أقول له إيه تاني يعني صعد أقول له إيه؟ فالمهم يعني سيبنا بقى من الموجة دي، لأنها موجة يعني بعضها محرك عمدا وبعضها نتيجة سوء فهم وقلة علم بطريقة التعامل مع المشاكل. يعني أنا لو أسأل سعادة النقيب من فضلك والله اديني الفنجال ده هيدوني فورا، لو أنا بصيت له كده هات الفنجال ده أقول له على أبوك ابن كلب، مش كده ولا إيه؟ كلمة الحلوة توصل. لا والله، والكلمة البايخة ما توصلش. فإحنا نستطيع وواجب علينا أن نصل إلى حقوقنا، لازم لساننا يبقى حلو ونبقى أصحاب حجة. المحاماة إقناع،
ومؤدى هذا الإقناع أن المحامي صاحب حجة، صاحب حجة، ومن يملك الحجة لا يلجأ إلى السباب ويبقى عبارته طيبة. موضوع الحصانة ده أنا اتكلمت فيه أول امبارح في بث، وبعض الزملاء برضو فهموا غلط، فهموا أن أنا يعني بتملص، بالعكس ده أنا بحط المشكلة قدامنا صح. إحنا أمامنا مشكلة تستلزم تعديلا دستوريا، الأول يعني جذور المشكلة تستلزم تعديلا دستوريا. الأستاذ الحفيظ الروبي بينام، كلامي بايخ قوي كده؟ لا صح، لا معلش أنا اتعلمت كده، أنكش أنا على طول. أنا بقول لك يعني هو أصله قريب نعسة. لا أنا عشان نسيت أقول عبد الحفيظ بن روبي، أنا نسيت والله، أنا آسف على المقيم. نكمل الدستور بتاع 2014، واحنا للاسف كنا ممثلين في اللجنه، مش هقول مين اللي كان موجود، انما كنا ممثلين، ومع ذلك اتحط النص في غير حالات التلبس، وبالتالي النص الدستوري سحب بالشمال اللي اداه باليمين، لانه كل وقعه يمكن ان تنسب للمحامي صح الادعاء ام كذبه هتبقى في حاله تلبس. انت امام المحكمه في حاله تلبس، وامام النيابه في حاله تلبس، وامام سلطه الاستدلال في حاله تلبس. فالمشكله انها قبل ما تخش في القانون الاجرائي موجوده في الدستور. الفرصه الثانيه اللي ضيعناها كانت فرصه تعديل الدستور الذي طرح بمناسبه التفكير في اعاده تعديل مدد السيد رئيس الجمهوريه، علشان مدد اللي هو دخل عليها طلعت مدد اختصر او اختزل منها مساحات. كانت فرصة تانية ان احنا نطرح كنقابة محامين في التعديل، حطوا النص ده، شيلوا كلمة في غير حالات التلبس. للأسف برضو النقابة للمرة التانية، وان انا اكون نقيبا لم تنتهز الفرصة. يبقى انا بحطه قدامنا، مش بعتذر، انه احد العوائق التي امامنا تعديل دستور. ادي واحد. رقم اتنين، لما انا اقول انه هذه مشكلة عالمية، ليس معنى هذا ان اللي بيحصل هنا بيحصل في سويسرا بالضبط. يعني هي هذه الطريقه الموجوده التي تسفر عن احتكاكات واحيانا اصطدامات بين المحامين والسلطه في المواقع دي كلها، سببها انه اصحاب السلطه تربوا على السلطه، يعني عندهم في داخلهم احساس بالسلطه، واحنا مش اصحاب سلطه، احنا اصحاب حجه. فطبعا واحنا دايما امام دي او دي او دي، احنا اصحاب حجه قد يضيق بها صاحب الايه المنصه او الى اخره. كان في قانون الاحكام العسكريه القديم الصادر بديكريتو في القرن قبل الماضي، يقول لك اذا دخل المحامي، ده قانون انجليزي منقول عن القانون الانجليزي، قانون الاحكام العسكريه، اذا دخل المحامي نتج الارتباك في الدعوه. في العداء ده موجود، وطريقه المعامله بيعاني منها في كل بلاد العالم، بس مش معنى هذا ان انا بدعي ان اللي بيحصل هنا بيحصل في سويسرا او يحصل في السويد. لا جدال ان اختلاف المستوى الثقافي والحضاري بيقلل طبعا من 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 الصوره. الصوره عندنا في العالم الثالث صوره سيئه جدا. طبعا احنا بنتكلم كتير جدا، وهفضل اتكلم في طريقه التعامل ودرء هذا، انما انا البث اللي انا عملته حبيت اوجه زملائي الى انه في ايدنا لغايه ما ايه نصل الى كامل حقوقنا، في ايدنا سلاح ايه حصانه، وهو محضر الجلسه في المحكمه ومحضر التحقيق امام النيابه. ليه؟ لان المحضر ده لكتابتي اغراض شتى، التذكره لاحقا سواء للمحكمه او النيابه او الاطراف بما طرح او بما سمع، انما ليه غرض ثاني وهو تحصين اطراف الخصومه مما قد يحدث عليهم من تعديات. فايتنا احنا الحكايه دي. الحته الثانيه اللي فايتانا انه كلنا بنقف قدام محكمه الجنايات، محكمه الجنايات رئيس المحكمه يقول اكتب، واذا قالوش اكتب ما يكتبش. يعني انت لو بصيت للكاتب ولا بتقول انت دافع مهم، هتلاقيه واقف مستني بيبص الرئيس يقول اكتب ولا ما اكتبش. ساده مفهوم ان الرئيس اذ هو يشرف على كتابه محضر الجلسه، وهذا الاشراف لا اعتراض عليه، فسروها على انها اشراف على عدم الكتابه في محضر الجلسه، وده كلام طبعا انا دخلت فيه في صدام مع الله يرحمه احمد عزة العشماوي، لما كنت بتكلم امامه في قضيه الدره الخضراء الصفراء، وبقول حته ما عجبتوش قال للكاتب لا تكتب، فانا قلت للكاتب اكتب،
قلت للكاتب اكتب، فقال له لا تكتب. قلت له اكتب وان لم تكتب سوف تكون مرتكبا لجريمة تزوير في اوراق رسمية بالطرد. فالكاتب اتلبش، وعزة العشماوي لم يجد امامه سوى انه يقول رفعت الجلسة. رفع الجلسة وجاب الجلسة. انا صممت على انه ما اريد تدوينه، لابد ان يدور. هو كان عنده تصور ان هو زي محكمة النقض، ما حدش يقول له احكام نقض. هذا تصور طبعا سقيم، لان حكمه ده لن يكون له حجية الا اذا محكمة النقض رفضت الطعن عليه وايدته. ما علينا. فالمهم ان انا في هذا الحديث انا لفت نظر زملائي الى اهمية التعرف على هذا السلاح الذي في يدنا، وهو محضر الجلسة ومحضر التحقيق، وكيف نتعامل مع السلطة، كيف نضمن. لان انا قلت عزة العشماوي هب انك قد سببتني قلت لي يا ابن الكلب هقول لك اكتب، مش هتقول ما تكتبش. طب اخد حق انا ازاي؟ هذه الواقعة سيادتك تشرف على التدوين مش تشرف على عدم التدوين. التدوين حينما يكون، وانا صاحب الحق فان انا اختار ان انا اطلب تدوين. يعني ايام زمان، ايام زمان يعني، كان الله يرحمه علي منصور ما يقولش للكاتب دول، لا يبص بس ناحيته كده هو بيقول حته، الكاتب على طول عارف ان لازم تدور. كانت دي الدنيا، كانت كده الدنيا. دلوقتي ما عادتش زي الدنيا، وعشان كده انا بقول برضو انه في واجبات علينا احنا ان نتقدم الى المحاماه. لان احنا انا نفسي اشوف برضو زي ما انا شايف الغرفه القشيبه الرائعه دي، عاوز احنا كمان كمحامين نعود لما كنا عليه من 30 40 50 سنه. المحاماه دي حاجه عظيمه جدا جدا، يجب ان احنا نعتز بيها. فادي قصه المناعه. ما قصه الاسكندريه؟ هي ختمه بان النيابه حبست الاربع ايام، وتاني يوم اتمد 15 يوم. يبقى موضوع اسكندريه سيبنا بقى من مزايدات نقابه اسكندريه ونقيب اسكندريه عمل الواجب. انا عن نفسي كنت فقط متابع مع نقيب اسكندريه دي ابدي بس، انما اللي اتكلم وعمل الجهد هو نقيب اسكندريه مش انا، مش يعني لا ادعي الفضل لنفسي. بداوا يشتموا نقيب اسكندريه لدرجه اول امبارح كلمني قال لي انا همشي. والله كلمني عبد الحليم علام قال لي انا بكلمك عشان ما تتفاجئش انا همشي. سبته ساعتها كده، هديته وكلمته تاني يوم امبارح الصبح، خدته بالراحه لغايه ما اقنعته انه هو ليه. لانه برضو الانسان العزيز واللي هو بيخلص في شغله يعز عليه ان ابنائه وزملائه يشتموه، ودي حاجه ما كانتش عندنا خالص. الموضوع الثالث كان ايه يا سعاده الباشا؟ كان يعني ارض مدينه نصر والكهرباء. ارض مدينه نصر، البيان نزل على موقع النقابه دلوقتي، خلاصه اللي هتلاقيه في البيان. انا حضرتك لما توليت نقابه المحامين في 18 مارس واستلمت 19 مارس ما حدش سلمني حاجه، لا في النقابه ولا في اتحاد المحامين العرب، وكان في عدم ترحيب بمقدمي خلاص، في حين ان الاصول تقضي على السابق ان يسلم اللاحق ويديله الاسرار والمفاتيح بتاعت كل حاجه عشان يكمل المسجد. من ضمن الحاجات التي حدثت اخفاء كل ما يتصل بالارض المقرره لاتحاد المحامين العرب سنه 2003، ما حدش قال لي عليها خالص، وده اللي قايله في البيان النهارده. وقلت بقى رغم ما انه لاقيه في الاتحاد ورغم الاحداث الجاريه الا انني باغلب المصلحه العامه، وان انا هتدخل بوصفي نقيب مصر، وان احنا دوله المقر، وحاس على لدى السلطات لايه؟ لالغاء هذا القرار الصادر من محافظه القاهره الذي بقي فيه الادراج حوالي 6 أشهر قبل ان يعلن. يعني القرار ده صادر في ابريل ولم يعلن الا باول امس. انا ان شاء الله هقابل محافظ القاهره، وان لم يستجب وعشمي انه سوف يستجيب لانني برضه ساطرح الموضوع على جهات اعلى منه، هنرجع الى حقنا الدستوري في التقاضي. انما انا لن اترك هذه الارض، وانا هذه المساله مساله مصلحه قوميه. ليه؟ لان مصر دوله المقار، وانت لما تلغي الارض للاتحاد اللي هو مصر معتبره في دوله المقار ده، انت بتفقد مصر هذه المكانه. فهذا قرار غير رشيد، وان شاء الله سوف ننجح في الغاء. الموضوع الرابع الكهرباء. انا هقول لحضراتكم ان اعتراضي كان مبكرا لدى اول خطوة اتخذت في هذا السبيل، وارسلت الى
مساعد الوزير واتساب حوالي الساعة 2 مساء هذا نص الليل. قلت له ما ملخصه يعني؟ انه هذه الاماكن اماكن تشكل جزء من مرفق العدالة. يعني مرفق العدالة يستلزم وجود دورات مياه للمترددين على مرفق العدالة، يستلزم وجود كهرباء للمترددين على مرفق العدالة. وباعتبار المحامين جزء لا يتجزأ من العدالة، استراحات المحامين ده جزء من مرفق العدالة وتتحمله أو يتحمله مرفق العدالة، وهذا ما جرت عليه الأمور من 100 وكذا سنة. بدليل أنتوا يعني حرمتونا من إجراء الانتخابات في غرف المحامين في الانتخابات قبل الماضية بتاعت التي أفشلوها، بيستندوا لهذا أنهم ملاك الايه؟ ملاك المكان. طب أنت ملك المكان، أنت منين أنت ملك المكان وبتحرمني من حقي فيه، ومنين بتقول لي ادفع النور؟ طب أنا بخش دورة المية العامة جوه المحكمة أو النيابة، بيخشها مع الجمهور، يا ترى أنت هتعمل محبس المؤاخذة يعني مين اللي شرب هنا ومين اللي طرطر هنا؟ يعني المؤاخذة يعني أنا مش أبيح يعني، بس يعني ما فيش حاجة اللفظ يعني، يعني أنت هتفصل إزاي يعني؟ وبعدين هنركب عدادات. قلت له أنا برضو أركب عداد، هل أنا أملك أنا؟ أنا أملك أنا أنت معتبرني ضيف دلوقتي ومنعتني من إجراء الانتخابات عندك في غرفتي متأسف، ها؟ أنا أملك إن أنا أحفر في المحكمة عشان أوصل؟ هم دلوقتي بقى بيتحاولوا عاوزين يوصلوا. هذه القضية أنا طرحتها في اجتماع النقباء لما اجتمعنا في مقر النقابة العامة في شهر يونيو الماضي، اتفقنا على أنه في لجنة حددنا أسمائها هتذهب للقاء وزير العدل لفتح هذا الموضوع. إنما للأسف الزملاء اللي كانوا موجودين هم كانوا حريصين على كل واحد يحط اسمه في اللجنة، إنما ما حدش يتحرك. يعني أتمنى على الله إن أنا أستطيع التحرك وإن أنا أطرح هذه القضية طرح عام، لأنه لازم تخش في الدولة ككل. محدش يقول بتاتا انه ايراد هيبقى ضئيل جدا يوازي انك انت تفسد مرفق العدالة. ده الاصل في العدالة المجانية، والذي ادخل على العدالة خلافا للقواعد العامة والمبادئ الاساسية للعدالة. نمرة 2، المحامي يؤدي عمله داخل مرافق العدالة وامر طبيعي. فالطرح العام ان المحاماة شريك في العدالة، وأن قيام المحامي بالعمل في أروقة المحاكم والنيابات يقتضي أن تخصص له استراحة، وليس منطقي أنك أنت تقول له ادفع كهرباء الإيه الأوضة اللي أنت قاعد فيها. كلام مش منطقي ويفسد الإيه المنظومة كلها. أنا هطرح هذا الطرح مش بس وزارة العدل، سوف أطرحه على الدولة وآمل أن أنجح في هذا. بالنسبة بقى لحضرتك لموضوع العلاج ده، حاضر أنا جاي لك، انا سمعتك. لا اقول لحضرتك بس الجزئيه، قول يا فندم. انا بصرف في علاج ب 5200 جنيه دخل خرج الحاجه الشخصيه. لا انا بتكلم على حاجه، لا كل الزملاء عندهم أيه. مشاكل لا مش لا انا بتكلم على ان الزبائن اللي بيدخل المستشفى ليه ما بياخدش من باقي اعضاء اسرته او افراد اسرته لاستكمال علاجه؟ ابنه بنوقف الشريحه بتاعته وهو مشترك لباقيين اعضاء اسرته. مطروح نبقى نفكر فيه. لا ثانية واحدة يا عمر بيه، ثانية واحدة عشان أوضح له أكتر. بص يا حضرتك، أولا إن أنا أطرح على حضرتك والكل يعني إنه ملف العلاج ملف مليء بالمآسي، مليء بالمآسي، وإن المآسي مش مقتصرة فقط على سيادتك بتثيره، لا يعني يكاد يكون 75% مما تصرفه النقابة على العلاج بغير حق. ناس احترفت التمارض واحترفت انها تاخد اموال النقابة علشان تتكسب بيها. والكلام ده انا استطيع ان انا احس ان انا طول النهار قاعد بايه بشوف كذا 200 حالة فشايف، وفي حالات بتبقى حاسس انها مصطنعة وما انتش قادر تواجه زميلك تقول له دي مصطنعة، واخد بالك. انا شكلت لجنة في اخر شهر يوليو لتطوير العلاج، حطيت فيها 5 من نقباء المحامين الفرعيات، ناس من اعضاء النقابة العامة، علشان تدرس ملف العلاج بكامله عشان تضع الحلول. ومن ضمن هذه الحلول اشراك هيئة التأمينات الصحية معنا في
في بعض المسائل التي تقتضي أن تتعامل معنا على التوازن، علشان في حاجات بتخرج عن إطار قدرة النقابة. ثم أيضا الموضوع الثالث، إدخال الدولة ووزارة الصحة في العلاج على نفقة الدولة في بعض الحالات التي لا تستطيع النقابة أن تتحملها. فيما أشرت لسيادتك، أنا بعمل الآتي، الملحوظة في محلها بس هي مدوية، يعني إحنا داخليا اتفقنا على رفع سقف العلاج في النزيف المخ والكلوي والكبدي والسرطان والقلب ل50,000. خلاص، مش معنى هذا أنا لازم أدي 50,000، بس عندي حرية الحركة لغاية 50,000. نمرة 2، إحنا بنتجاوز الحدود القصوى لما بنحس إنه الحالة فعلا حالة تستدعي. إحنا بنتجاوز الحدود القصوى. حالة الحوادث أحيانا يصادف إن اللي حصلت له حادثة أساسا مش مشترك في العلاج، فأولا بنترخص في هذا، وكمان بنعلو بالسقف إلى حدود عالية جدا. رقم 4 اللي سيادتك أشرت ليه، حادث فعلا، يعني إيه؟ هم الدليل العاجل اللي أنا ملتزم بيه بيجي يقول مثلا الزوجة لها 12,000، الابن لها 12,000، الدواء كذا، الأشعة كذا، أنا بترخص بصرح بالمطلوب وقول خصمة من الرصيد العام. بعمل كده فعلا، بعمل كده فعلا. بس احنا أنا بسعى حضرتك لحل جذري، لحل جذري. أنا طبعا سعيد إن أنا التقيت بيكم، وسعيد بإن أنا قدرت أقدم بعض يعني الإيضاحات، وأنا تحت أمركم، وأنا يوميا كل أخبار النقابة بنزلها على الموقع. أرجو أن تألفوا الدخول عليه، لأن كنتوا هتقروا فيه أخبار النقابة، وهتشوفوا برضو أحكام ومقالات وأشياء طيبة. وحريص على بث يومي، ببث لزملائي المحامين الذخيرة اللي عندي، بحاول إن أنا أوصلها لكم. أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.